تهبطش. قبل ما نبدا انا نوريكم واحد الفيديو عاد نبدا في الموضوع. شو هذا الفيديو هذا؟ عاد دابا لقيتو صيفطو لخويا تفرج فيه حمسني نوض فيه الشياط مع قاس ما عندي ما يدير. قلت عرفتي شنو؟ غنطلع لشي جبل ونمشي نحاول نتعلم شي لعبات. المهم هذا هو البلان، غنلبس الصباط غنلبس كلشي ديالي نحاول نتبروتيجا كامل ونمشي ونشوفو شنو كاين كامل. يلا بيه. لقيتوني كنلبس البوط الشلاح تحت ولا شي حاجه يكالي عليه شويه. هاد السروال هذا الخوت راه ماشي سروال تجين عادي، راه ديال الموطور، راه فيه البروتيجات هنايا. والله انا لا مجنون بالله الخوت، انا اللي ضربني على الجبال والحبار. ولا فزقت حقا ربي لا فزقت الخوت عراقيت. هادو باش كيهمو البروتيجا تاع الخوت كاين فلاش. Ah!
Got it? كيولي زخوف العذاب ربي للعذاب. واش اخوتي الله دخلت ولا 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 فشلت كامل وليت تنقطر. شوف 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 حق الله الا كنقطر ولكن عرفتو السي نتاع كل واحد اللي يقولك اللي يقولك كتهرس الموتور كي يقولك المهم هادشي كامل انا كيعجبني هادشي اللي كندير وسالينا على مسه الله ونشري شي كروس ورك الحامق عاوتاني. هذا هو البلان وبيس والله يسهل على الجميع.